كله ينوه بالإصلاحات الكبرى اللي قام بها صاحب جلالة خلال هذه 20 سنة الأخيرة، وكذلك بالاستراتيجيات الضخمة اللي كتعطي أنه المغرب يعني في الطريق الصحيح للتنمية، التنمية الاقتصادية ثم التنمية الاجتماعية. تصدر كتيب اللي ديال صندوق النقد الدولي اللي كيعطي يعني افكار جد مهمه، والحمد لله كيدير واحد النقد جد ايجابي بالنسبه للسياسات اللي بلادنا خدتها في هذه السنين كلها اللي فاتوا، وكذلك على لي بيرسبكتيف على الافاق ديال المستقبل. وكذلك كانت مناسبه باش نتكلموا على يعني تجربه نوعيه ديال المغرب، اولا في هذا الشيء اللي وقع في يعني في زلزال ديال الحوز، وكيفاش كان التجاوب ديال صاحب الجلاله يعني السريع اللي باش يكونوا حلول للمواطنين، وكذلك الافاق الكبيره اللي موجوده في واحد العدد ديال الميادين اللي هي كتهز تخص الطاقات المتجدده ولا الهيدروجين ولا يعني السياحه في بلادنا ولا يعني الاشكاليه ديال الماء اللي مطروحه والاستثمارات اللي كتعمل. فالحمد لله كلها يعني افاق كتبين بانه بلادنا بفضل يعني الليدرشيب ديال صاحب جلالة الله يصوب على الطريق الصحيح، واخدة الاستثمارات واخدة الطريق، كاينه واحدة رؤية اللي هي واضحة، والحكومة وراء صاحب جلالة لتطبيق يعني هذه الرؤية المولوية. ف يمكن نقول بأنه هذه المؤسسات العالمية هي أكبر مؤسسات، أولا اختيارها لمدينة مراكش من بعد الزنزال، فهذه يعني أولا واحد الثقة كبيرة في بلادنا، واحد الدعم كبير كذلك للسياحة المغربية في المستقبل. والحمد لله أنه شفنا فيهم أنهم الآثار كلها إيجابية، وبأنهم مستعدين باش يواكبوا المغرب في جميع الإصلاحات ديالو المستقبلية.